أسرة بعد المسجد بيروح مطلعك معادك في ما يسمى الأسرة الأيديولوجية، عشان بس الناس تفهم، المشاهدين بعيد عن أسرتك البيولوجية، الأسرة الحقيقية والدك ووالدتك وأخواتك البيولوجية. والكلام من ده، بتقعد في أسرة أيديولوجية، هم دول إخوانك اللي المفروض أقرب من إخوانك البيولوجيين. الحقيقيين. رغم إن أنا كنت مش الأخ الأكبر، بس أنا بعد كده دخلت كل إخواتي حتى أختي التنظيم، وبعد كده إيه كلنا طلعنا لاحقا يعني. فأنا قصدي أنت بتتكلم عن أجواء سياسية مرحبة ومدعمة بشكل كبير جدا ومساعدة. يا فندم أنا فاكر وأنا في ستة ابتدائي، مناخ عام. وأنا في ستة ابتدائي عملوا معسكر في أبو يوسف، عبد النعم مفتوح بقى والجزار ومش عارف عصام العريان، ومؤتمر يعني معسكر آلاف الناس تحت رقابة الدولة، يعني الدولة شايفة وعارفة ومدعمة. ده بالعكس طبقا للكتب الموجودة في التاريخ، دي في نهاية السبعينات، في نهاية السبعين واحد كان بالظبط 80، المعسكر بتاع أبو يوسف ده كان 80، اللي باعتراف يعني حتى اللي كتبوا التاريخ من الإخوان أو من بره الإخوان، إن كانت بتعمل مؤتمرات في جامعة في المدينة الجامعية بالذات جامعة القاهرة برعاية أحمد كمال أبو المجد والغزالي والقرضاوي. الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان ساعتها وزير شباب ووزير إعلام، كان ماسك الشباب والإعلام في نفس التوقيت. فكانت المؤتمرات بتاعت الجماعه الاسلاميه اللي بتعقد في المدينه الجامعيه، وطبعا الاكل ووفر لهم كل الامكانيات برعايه احمد كمال ابو المجد الغزالي القرضاوي، وطبعا بقى الشباب الجيل الجديد اللي هو عبد المنعم مفتوح وعصام العريان والجزار اللي هم كان بيواجه بيهم السادات اليسار. فاحنا بنتكلم عن دوله يعني بوزيرها بتاع الشباب وبتاع الاعلام ومع الشيوخ الاخوان، لدرجه انا فاكر ان هم الجزائر قالت ان احد مشاكلنا مصر، انتشر عندهم الارهاب ليه؟ قال لك مصر، قال لك ان هم انتوا روجتوا لنا الغزالي ان هو راجل ايه؟ وسطي. طبعا هم خدوا الغزالي قعد مش عارف مده طويله في الجزائر ماسك مش عارف زي كليه اسلاميه او معهد اسلامي كبير جدا، فهو اللي بعد كده طلع علي بالحاج وعباس مدني، كل دول ابناء الغزالي يعني تلامذه الغزالي في الجزائر، وطبعا كان بيقدم في التلفزيون المصري مع كمان حمزه، يعني الناس دي كانت معتمده في التلفزيون الرسمي سواء الشعراوي او الغزالي او غيرهم من الشيوخ. فاحنا بنتكلم الدوله كلها، وبالتالي كان سهل على يعني طفل والدي عنده تجارب يعني عنده تجارب انه ينضم الستينات، لا عنده تجارب الستينات وعنده قلق، فكان بيسالني برضو دايما بتاخدوا ايه؟ فنبدا لا احنا بناخدوا فقه، بناخدوا الصلاه، بناخدوا الوضوء، بناخدوا الطهاره، بناخدوا الجزء عامه. طب وبعدين؟ بعد كده بقى بيروح اول ما ينقلك في الجلسه الخاصه يقول لك ايه؟ ما تقولش لابوك وامك. ده انا كنت في اولى اعدادي. من سيرية التنظيم والمجالس بالامانات، ويبدا بقى يقنعك ان ده الكلام جاي من مش عندنا، من عند الايه؟ من السيره. يعني يجي يقول لك مثلا ليه سته وعليهم مسؤول؟ يقول لك في بيعه العقبه الثانيه كانوا 72، الرسول قال لهم طلعوا لي 12 نقيب، فيقسم انت بقى بتعرف حساب 72 على 12 يبقى فيها سته، يبقى الرسول كان عامل لكل سته ايه؟ نقيب. فاحنا بنعمل لكل سته نقيب، بس هم بيسموه الاخ المسؤول، فاحنا بناخد من السيره.